بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء بشير القاضي، اللواء محمد الغصري غرفة البنيان، اللواء بشير عمر غرفة البنيان، طبعا قوات بركان الغضب امتداد للبنيان المرصوص، طبعا اللي قاتلوا الآن وموجودين في جنوب طرابلس هم أبطال البنيان المرصوص، الأبطال الذين قارعوا الدواعش الآن يحارب فيهم حفتر، يقصف فيهم بالطيران، كل من حارب الدواعش الآن يعتبروه هدف للمسماري وهدف لحفتر، ولكن هيهات نقول لهم من قارع الدواعش وقتل الدواعش سوف ينصرهم الله سبحانه وتعالى وموفقين بإذن الله تعالى.